مسلة السلع، مين اكتشفها وكيف؟ رح نعرف خلال جولتنا اليوم. لما بدك تروح مشوار طويل وبعيد، ايش بدك؟ بدك MG RX8، سيارة تتمتع بكل أنواع الرفاهية. عالطفيلة اليوم، يلا. اليوم رح نزور منطقة السلع. البعض بيعرفها عن طريق قلعة السلع، ولكن إحنا اليوم هون لحتى نتعرف على المسلة الموجودة بوادي السلع والمحفورة بالصخر من 2500 سنة. السلع بتبعد 15 كيلو جنوب غرب الطفيلة، والوصول إلها سهل جداً. توصل على مركز زوار السلع ومنها بتنطلق للوادي. مركز زوار السلع هو مركز قديم أنشأته وزارة السياحة والأثار من سنة 1997 نظراً لموقعنا الفريد المشرف على قرية السلع، وعملنا فيه مركز زوار السلع اللي هو المركز الوحيد بمحافظة الطفيلة اللي بهاي الجودة وبهاي الخصوصية بهذا المكان. تحت أنا شايفة في قرية قديمة، قرية السلع التراثية. هاي قرية السلع التراثية اللي تركها أهلها للعديد من الأسباب، منها نشفان مياه الينابيع والأبار اللي كانت تسقي المزروعات الموجودة عندنا ببساتين السلع، تركوها أهلها، فبقيت هاي البيوت اللي استغلت وزارة السياحة واستملكت البيوت هاي بمشروع أولي ورممتها أو عملنا نزل السلع اللي هو المرفق بمركز زوار السلع. بالأيام القادمة في افتتاح نزل السلع إن شاء الله بيصير إنه في مجال يبات الزائر اللي بيجي بيقصد القلعة تحت، بيبات عنا هون بهذا النزل وبيستمر يعني تطول مدة إقامته من 12 ساعة لنهار كامل بهذا الموقع. الحلو احنا دائما بنشوف قرى تراثيه مهجوره، ولكن هاي اول مره بشوف يعني تم الاستفاده من هاي المباني التراثيه. ما هدمناها ما هجرناها، ولكن استخدمناها كمركز. يا ريت هيك يصير في كل المواقع اللي فيها. رممت بمشروع اولي، رممنا 17 شاليه اللي هم اللي بشكلوا النزل كامل، هي عباره عن مقسمين لبيوت فيها مرافق صحيه وفيها يعني أجود الخدمات اللي ممكن أنها تقدم للسائح أو للزائر إن شاء الله لقدام. بس إنه تتشغل رح نلمس تزايد أعداد الزوار ويعني إطالة مدة إقامتهم عونا بهذا المركز. هاي الشاليهات موجودة من 5 سنوات أو أكثر، مسكرة. تخيلوا لو اشتغلت من 5 سنوات كم فرصة عمل أوجدت لأبناء المجتمع المحلي، ويمكن كمان كان طلعوا ثمن الترميم. غريب. ما علينا، يلا ننزل على الواد لحتى نشوف المسلة. الطريق ضيقة وصعبة، ولازم تكون حذر جداً ومركز بالسواقة وانت نازل. أهلا وسهلا فيكم في موقع السلع، أحد أهم المواقع الإدومية في جنوب الأردن في محافظة الطفيلة. هذا الموقع له أهمية خاصة كونه يتقابل مع العاصمة السياسية والإدارية للعاصمة الإدومية بصيرة. كما نشاهد طبعا هاي هضبة طبيعية محصنة، توجد القلعة في المنطقة العلوية منها. نلاحظ وجود المسلة المنحوتة في الجهة الشرقية من القلعة. طبعاً هذه المسلة لها خصوصية، مثلت انتصارات الملك البابلي نابونئيد عندما غزا المملكة الأدومية وهو في طريقه باتجاه تيماء وتبوك اللي تقع في شمال السعودية. فلما غزا مملكة أدوم عمل على تخليد انتصاراته على هذه المسلة البابلية. نقدر نشوف المسلة من هون؟ نعم.
كمان نلاحظ هذه الصخور وهذا طبيعة النحت يتشابه مع النحت الموجود في منطقة البتراء من ناحية السيق، من ناحية الأدراج وطبيعة نحتها وألوان الصخور. عشان كل مكان بعيد وصعب، كل ما قالوا الناس عليه وكل ما حافظ على، شوف ما أحلاه، نظيف جميل، ما فيش طبعاً يتمتاز بطبيعته المميزة، طبيعته الفريدة من نوعها، بتشابه مع محمية الضانة، صخور محمية الضانة، وهو مرتبط يعني في كل مناطق جنوب القفيلة مع بعضها البعض، في تكامل، في ترابط بينها. مساحة هذه المسلة حوالي 2 في 3، تمثل ملك يلبس رداء طويل وعلى رأسه قلنسوة ويحمل بيده اليمنى الصولجان وباليد الثانية النجمي والهلال. طبعا النجمي والهلال نجم السباعية، كانت أحد الرموز التي استخدمها البابليين. كذلك يوجد في أسفل هذه المسلة بقايا كتابة مسمارية قديمة لم يتم الكشف عنها أو الإفصاح عنها لغاية الآن، كونها طبعاً متآكلة هذه الكتابة. هذه المسألة طبعاً قام الملك البابلي نابونيد بتخليد انتصاراته لما استولى على مملكة بصيرة اللي هي مملكة الأدوميين، وخلد انتصاراته على هذا المسلة. كان هو آخر ملوك الدولة البابلية سنة 552 قبل الميلاد. نحن مثل ما عم نشوف هالمسلة مكشوفة للهواء، للشمس، للمطر، يعني هذه بعد كم من سنة رح تنتهي. ما في هناك أي خطة، لا ما يعني إلا في طريقة نوصلها، نحط عليها، نغطيها بطريقة معينة لنحافظ عليها، لأنه هذه بعد 7 سنين بالكثير ما بتضاين شيء منها. وأهم شيء يعني عملنا لها توثيق، تم عليها دوكيومنتيشن، توثيق لها كاملة ورسم للمجسم. وعلى الأغلب يعني ما أتوقع تندثر، لأنها أول شيء بعيدة، لم تطالها أيدي البشر بعيدة، هي عشانها بعيدة من البشر بعدها موجودة، ولكن مع العوامل الجوية رح ممكن تنتهي. مع العوامل الجوية، بس إلها قديش يعني من هذيك الفترة لغاية الآن يعني لا تزال يعني قائمة، تفائل أنها رح تستمر. على الأغلب يعني إن شاء الله تعالى راح تستمر بإذن الله تعالى. إن شاء الله، إن شاء الله. جميلة المنطقة، بحاجة زي ما قلت حضرتك في البداية لترويج سياحي، يمكن يصير عليها حركة، الدراج بتنضف من الحجار والتراب من الناس الطالعة والنازلة. هذا المكان لازم يكون في تسليط ضوء عليه كثير. نأمل ذلك بإذن الله تعالى، نأمل يعني. أول من اكتشف المسلة ابن الطفيلة المرحوم الدكتور حمد القطامين، كان رئيس قسم الآثار والسياحة في جامعة مؤتة، وهو صغير كان يجي لوادي السلع يرعى الأغنام، وبعد حصوله على الدكتوراه في الآثار رجع للمكان يلي بذكره بطفولته بهذا الوادي، قضى أجمل أيامه. وفي يوم وهو قاعد بتأمل الصخور لفت انتباهه لوحة محفورة على الصخر، ولكن كان من الصعب أنه يوصلها بسبب ارتفاعها عن الأرض حوالي 35 متر. راح وخبر المعنيين في الآثار عن اكتشافه، وفي سنة 1996 سمحت دائرة الآثار لفريق فرنسي وأعضاء من دائرة الآثار وعلى رأسهم الدكتور فوزي زيادين الله يطول بعمره يروحوا يكتشفوا المكان. كيف؟ باستخدام الحبال. نزل الدكتور زيادين والفريق اللي معه بالحبال، صوروا ووثقوا اللوحة، رجعوا وبلشت عملية البحث والتفتيش من هو صاحب اللوحة، لأن الكتاب الموجودة كان من الصعب قراءتها، ممحية من العوامل الجوية والأعير النارية يلي خربت جزء من المسلة. على يمين اللوحة عم نشوف 3 أشكال، وهي كلها ترمز لإله السماء في بلاد الرافدين، سن، شمش، وعشتار في كتابات بالخط المسماري ولكن غير مقروءة، مختفية المعالم نتيجة العوامل الجوية على مدار 2500 سنة.
وبعد بحث طويل في الكتب وفي المتاحف العالمية وجدوا لوحة مشابهة في المتحف البريطاني تعود للملك البابلي نابونيد. هاي اللوحة تعتبر الأولى من نوعها لملك بابلي خارج بابل، وتعد الأضخم بعد مسلة حامورابي في العراق. الله يرحم الدكتور حمد القطامين ويطول بعمر الدكتور فوزي زيادين، علماء وقامات وطنية ندين إلهم بالفضل لاكتشاف تاريخ الأردن. وأيضاً هناك العديد من العلماء والمكتشفين الأردنيين، هؤلاء يستحقون أن تسجل أسماءهم بأحرف من ذهب وأن يكرموا أحسن تكريم. سلام.